وادي الكره لكنها عند عبد الرحيم جنزاوي. يسلم الكرة في منطقة وسط الملعب عند سانت مارين، يضغط على طول من قدام سيف سلمان، فابيو ديليما يلعب ايدرسون، والاول لمصلحة الوسط، الاول لمصلحة الوسط. وهنا قدامنا لوكاس تشوكالا يسأل عن الهدف في اللقطة اللي فاتت، لكن الوسط عن طريق ايدرسون البرازيلي. قلت لكم ثلاثي البرازيل دول يتعبوا اي حد، كايو ايدرسون مع فابيو، والمرة دي بقى ايدرسون يسجل الاول في الدقيقة 28 لمصلحة نادي الوسط. ادي الكورة وادي التسديدة في النهاية، الكورة في المرمى لمصلحة نادي الوسط. واحد الوسط لا شيء الاتحاد، واحد الوسط عن طريق ايدرسون في الدقيقة 28، 1-0. هدف اول وصلاوي، لكن الاتحاد مش هيسكت، وابي تركه مش هيسكت. هو عايز ايه وعايز يكمل؟ جماهير الاتحاد موجوده بعدد ممتاز، وجماهير الوصلة ايضا حاضره بشكل متميز جدا، الجماهير الوصلاويه اللي صوتها يعني دلوقتي اعلى. والتاني التاني التاني، يا ولد يا ولد يا كايو يا كوريا، بيسجل التاني بعرضيه ركنيه من هوجو فيانا، دفاع الاتحاد في خبر كان في اللقطه اللي فاتت، ويسجل كايو الهدف التاني لمصلحه الوصل في الدقيقه 49. الوصل بالبرازيليين يتقدم بالتاني في الدقيقه 49، 2 الوصل لا شيء الادي. مش بقول لكم الاتحاد ما هوش الاتحاد. وهنا بقى الكوره يعني بتدخل بسهوله في مرمى فواز الجرد، لكن يعني يسال عنها دفاع الاتحاد بالكامل. كايو رقم 90 هو اللي بيسجل الهدف الثاني لمصلحه نادي الوسط. راشد الرهيب مع الكره من اليمين، راشد يرجع يحضر في المنطقه الدفاعيه، لمسه ترجع تاني المحاوله من جديد، كرة على الأرض وانطلاقة من عبد الفتاح عسيري، يلعب الكرة حلوة يا ولد يا عبد الفتاح، وأخيرا بقى أخيرا بقى عبد الرحمن الغندي. لكن عبد الفتاح عسيري في اللقطة اللي فاتت إيه؟ في اللقطة اللي فاتت عبد الفتاح عسيري بيلخص كل حاجة بتمريرة ممتازة ولمسة حلوة من عبد الفتاح عسيري اللي بيلعب الكرة بالعرض، رأسية من مختار، حاول عليها يوسف الزعابي. ادي هنا عبد الفتاح عسيري اهو اهو، راعي بحر عبد الفتاح ده، حلوة. وبص بقى عبد الرحمن الغندي اللي كمل، برافو يوسف الزعابي في الأولى، لكن برضه يسأل عنها دفاع الوسط، لكن مختار فلاتة قابل معاها كويس، لكن عبد الفتاح عسيري الباص ايه؟ الباص بيتكلم عن نفسه. وادي عبد الرحمن الغندي اللي بيسجل الاول لمصلحه نادي الاتحاد. 2-1. وايام لا تنسى من اوفياء الاتحاد. جمهور الاتحاد اللي لما بيحب بيحب بجد، ما بيعرفش يكره، قلبهم ابيض. وكتير جدا احنا كاعلاميين لما بنخافش مع بعض عمر جمهور الاتحاد ما بيتطاول على حد، دي حقيقه. وادي محاولة تاني بالعرض، فرصة التالت، هوجو 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 التالت يا ولد بالتخصص. أحلى حاجة في المباراة هوجو فيانا، وأعظم حاجة في المباراة هوجو فيانا، وتسديدة هوجو فيانا بالتالت بتلخص عودة المارد للوصل من جديد. هوجو فيانا أهلا بيك رسميا في الوصل بعد ما قدم مباراة كبيرة وأداء متميز، بيضيف التالت في مرمى الإتي. حلوة. وأدي الكرة وأدي هوجو فيانا، مين بقى اللي قابل معاه من هنا؟ كل دي أخطاء وكل دي مشاكل لازم ياخد باله منها كويس جدا فيكتور بيتوركا. والجمهور الوصلاوي سعيد جدا بهدف هوجو فيانا، بيهتف له.